حقيقة نعود بحذر. والله هذه أهم رسالة حاليا ممكن الواحد يقولها، يعني الواحد ينتبه لنفسه ولأولاده. احنا شاركنا في أول الأزمة، أول ما بدأت شاركنا برنامج توعية، أقمنا معرض في بهو وزارة التعليم عن خطر كورونا، يعني في بداية انتشاره، يعني أول أسبوع أقمنا معرض شاركنا في وزارة التعليم، يعني من الإدارات القليلة اللي سافرنا وعملنا معرض للتوعية بخطورة المرض، يعني قبل حتى إيقاف الدراسة. فالمرض يحتاج الحذر ويحتاج الانتباه، ولله الحمد يعني بدأ ينحصر قليلا. إن شاء الله ربنا يرفع عن العباد وعن البلاد ويحفظكم جميعا يا رب.